أعلن أول حالة وفاة لفيروس أو بفيروس كورونا، ده نقلا عن جريدة المال المصرية أن مصر أعلنت عن وفاة أول حالة الحالة لمصاب بفيروس كورونا، والمتوفى هو ألماني الجنسية، توجه إلى مستشفى الغردقة الجمعة الماضية ونتيجة التحاليل أثبتت إصابته. الجمعة النهاردة الحد، يعني في ظرف يومين الراجل كان خلص، لانه صدقوني احنا ما عندناش احنا في الصحه متخلفين. هو ده طبعا عمره، وممكن كان مات في المانيا، لكن بسرعه شديده قوي كده اعلنت وزاره الصحه والسكان في بيان صحفي حاله اول حاله وفاه لمصاب بفيروس كورونا في مصر لشخص الماني الجنسيه. واكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث مش عارف ايه ان المواطن الالماني يبلغ من عمر 60 عام ظهرت عليه اعراض مرضيه تتمثل في ارتفاع بدرجه الحراره عند وصوله من محافظه الاقصر الى الغردقه. يعني قول مثلا كان في الاقصر اتخبط الفيروس وبعدين ومشي، يعني بس خلي بالك انت مش فاهم القصه. ده واحد كان في الاقصر جات له اصابه بالكورونا، الالماني ده قابل ناس بقى وقعد مع ناس وكلم ناس وشرب شاي في حتة نشر يعني، وبعدين راح مات في الغردقة. يعني انت واحد، اذا الفيروس موجود في الاقصر، وهو الراجل ده في رحلته راح مطار الاقصر الداخلي وركب طيارة من الاقصر للغردقة، وفي الطيارة دي بقى عمل اجراءات وقابل موظفين وعد على الطيارة، عد على مطار الغردقة ده، ما هو دخل مطار الغردقة ومطار الاقصر ولا كشفوا عليه ولا اي حاجه في الدنيا. وبعدين الراجل ده دخل وقابل ناس وراح الاوتيل، وانا سخن يا جماعه، فطلع له حد من الاوتيل كلمه في وشه كده، وكانت النتيجه انه توفى في الاقصر. طيب السعوديه تدعو العائدين من مصر وثلاث دول اخرى الى عزل انفسهم منزليا لمده اسبوعين. ده الخبر، السعوديه بتدعو المواطنين الى جايين من مصر ودول اخرى او ثلاث دول اخرى الى عزل انفسهم منزليا لمده اسبوعين. اسرائيل او الكيان الصهيوني اغلق الحدود مع مصر، وده خبر نشرته وسائل الاعلام الاسرائيليه. بسبب كورونا اسرائيل تغلق حدودها البريه مع مصر. شركات السياحه إسرائيلية تلقت اختارا بالقرار اللي هيدخل حيز تنفيذ اعتبارا من الساعة 15 بتوقيت جرينتش. ادي الخبر على المواقع الإسرائيلية. مشكور الناس اللي بتبعت لنا الأخبار من على المواقع الصهيونية، ومنهم الأستاذ زحلقة، بشكره جدا جدا لأن الراجل حتى بيتوخى الدقة وبيترجم كمان يعني. طيب بالمناسبة دي، يا ترى وزيرة الصحة شايفة اللي بيحصل ده وشايفاه ازاي؟ هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي. مش في عندنا وزارة صحة وليها وزيرة الهبلة العبيطة المبدوي، نشوفها شايفة ده ازاي يعني. نشوف كده وزيرة الصحة يا ترى فين؟ هي في المستشفيات دلوقتي ولا في المعامل المركزية بتاعت وزارة الصحة ولا بتتابع المستشفيات؟ لا، وزيرة الصحة يا حضرات في معبد الكرنك. وزيرة الصحة بمعبد الكرنك، السياحة آمنة ولا داعي للمبالغة بشأن اكتشاف حالات حاملة للكورونا. وزيرة الصحة جرى وراها 16 هيلف في معبد الكرنك. قالت الدكتورة المبدوي أن قطاع السياحة في مصر آمن. طب أنت مالك؟ موجهة رسالة للعاملين في القطاع السياحي. طب والراجل الألماني اللي مات؟ طب يا علي حط لها الراجل الألماني بتاع الغردقة والنبي الله يخليك. وان موجهه رساله ان قطاع السياحه امن في مصر. ده الراجل لسه ميت في الغردقه الالماني ده، وهي راحت بقى مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اللي نزل مطار الاقصر اللي كان فيه الراجل. خلي بالك بقى ان الفيروس بتاع كورونا ده، الراجل ده اللي جاي من الغردقه، الراجل الالماني ده اللي جاي من الاقصر عطس، والحاجات دي بتلزق. مش قالوا بتلزق 14 ساعه؟ ولمس وحسس. ايوه الراجل الالماني اللي مات في الغردقه ده خرج من الاقصر شايل فيروس كورونا، عطس بقى ونشر. هم راكبين من نفس، ما هو معبد الكرنك او معابد الكرنك دي في الاقصر، هم دخلوا نفس المطار اللي دخلوا الراجل، يكشي يجي لهم كورونا.
فجاية تقول بقى الست الهبل العبيطة المبادرة جاية تقول لك قطاع السياحة آمن. طب والراجل الألماني أهو أهو يا مبادوي أهو آدي حضرتك بتقولي النهاردة وانت بتزوري معبد الأقصر معبد الكرنك لا داعي للمبالغة لا داعي. طب دلوقتي جريدة المال بتاعتكم بتقول مصر تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا، المتوفى ألماني الجنسية توجه إلى مستشفى الغردقة قادما من الأقصر. وعشان جولتها دي الوزيرة مش فاضية تروح لبرلمان علي عبد العال، مش فاضية له يعني، فبترد على طلبات الإحاطة من بعض النواب. نواب في البرطمان علي عبد العال طلبوا ان يعملوا طلب إحاطة لوزيرة الصحة عن فيروس كورونا، فالست الست مش فاضية لهم. انا فاضية لكم، انا في معبد الكرنك بطمن على التماثيل انها ما عندهاش كورونا. بص 30 طلب إحاطة بانتظارها زي تعتذر عن عدم حضور البرلمان. 30 طلب. لكن لجنة وزارة الصحة الحقيقة قالت انهم بيعالجوا الفيروس، ولجنة الصحة بتطمن المواطنين وبتقول لهم لا داعي لا داعي. الله، ده عندها فيديو من معابد الكرنك، خش على الفيديو سمعني مبادوي. خش على الفيديو. حد عنده ارتفاع في درجة الحرارة او واعراض تنفسية معها بناخد مسح، طلع سلبي بنطمنه، طلع ايجابي وحامل او ايجابي وعنده اعراض زي كده بناخد معاه الاجراء الطبي اللي وصت بيه منظمة الصحة العالمية، اللي هو الاجراء الطبي ان هو يروح للعزل، يروح للعزلة 14 يوم بمتابعة ونعالج الأعراض، خفض الحرارة، مضادات حيوية، متابعة لغاية ما يبقى سلبي ويروح. ويروح يا قمر، والله أنت قمر. طب دلوقتي وزيرة الصحة، لجنة وزيرة الصحة دي بتقول إيه؟ إنهم بيعالجوا الفيروس، ولجنة الصحة في البرطمان بتقول بتطمن المواطنين بتقول لهم يعني لا داعي للقلق، إحنا هنهزم كورونا يا رجالة. اسمع بقى، ادي وزيره الصحه بتقول لك بيعالجوا مخفضات حراره. طب ما الراجل مات منكم في الاقصر، مش مشكله، ومضادات حيويه لحد ما يبقى سليم ويروح بيته عادي جدا والله العظيم، شويه ليمون على شويه كركم. لكن صحه النواب بقى اعلنت عن علاج لفيروس كورونا، العلاج عندهم كورونا ضعيف، ايوه، وهنهزمه بالعزيمه والاراده، ايوه. علم ايه انتوا؟ هو كيمياء، هي كيمياء. كورونا ده ايه في الاخر؟ ده فيروس مش متشاف حتى بالعين، ده من جبنه ما تشوفوش بعينك المجرده، ده جبان. طب لو كورونا راجل يطلع لجنه الصحه في البرلمان هيهزمه، يعني هنهزمه لان احنا بالعزيمه. فكانت النتيجه، بص انا بس يعني عايز اوريكم التصريح ده بتاع واحده من المسؤولين الخواجات. الحقيقه التصريح ده بعته لي احد الاصدقاء وهو تصريح عجيب جدا. حضرات موجود على القناه دي، والست بتقول بمنتهى البساطه ان احنا يجب ان نواصل العمل على اللقاح ده، ويعني بصراحه يجب ان نتعايش مع المرض لانه سيبقى طويلا. دي الناس الدكاتره اللي بجد، اتفرج بيعملوا ايه؟ دول الدكاتره اللي بجد، يعني دول علماء بجد ودكاتره بجد وناس خايفه بجد وناس بتعمل، بص الابحاث، شغالين على ابحاث وشغالين على قصص وشغالين على جو بجد يا علي، مش بالاراده والعزيمه والجو ده، لا دي ناس شغاله بجد. والست بتقول احنا شغالين على اللقاح ده، ويعني يجب ان نواصل العمل على اللقاح، ولازم نتعايش مع المرض ده لانه هيبقى طويلا. مش نطمن الشعب بان كل حاجه وسياده الريس، مش حاجه اسمها كده، وشويه كركم وليمون، فيش حاجة اسمها كده. ده فيروس مدوخ الدنيا كلها يا جماعة، احنا بس عندنا احنا العزيمة والإرادة. أهو حتى طلعوا مسكوه قالوا له فيروس مسبب رعب للعالم أجمع، والكل بياخد احتياطاته وحذروا منه، في حين إن المصريين في عالم موازي، فيروس ضعيف. رئيس صحة النواب يدعو المصريين لعدم القلق. يدعو لعدم القلق من كورونا، ما هو ده مش جاي من نفسه. ده بتاع أمن، اختيار أمن. ادي حد تاني قال لك فيروس ضعيف جدا، فيروس لطيف جدا، لو متنا مش هتموت من كورونا، احنا هنموت من تصريحات وزاره الصحه. اكتشاف 4 على فكره النهارده بقوا 48 زي ما قلت امبارح بالظبط. انسى القصه دي، انسى القصه دي.
خلصت. الناس مسكوا بتاع صحة النواب ده بهدلوه. ادي اهو، ايه ده يا حسن الحقنا، ده كورونا، لا ده فيروس ضعيف مش بيعمل حاجة. انت متأكد يا عم؟ انا خريج كلية الطب قسم عبعاطي كفتة، اطمن. فيروس ضعيف الجناح ومصر غدرت بيه. ام بدوي هي الاخت دي مش مفروض في حجر الصحة 14 يوم انها جاية من بلد عالي الخطورة؟ ده بروتوكول طبي معتمد من كل دول العالم، دي بتعمل مؤتمرات وبتسافر عادي جدا. لا والمفروض دكتورة وزير الصحة المصرية، امال الناس العادية بيتعامل معهم ازاي؟ الناس العادية يا زهرة بيتزحموا النهاردة في وسط البلد بالالاف عشان يطلعوا ورقة انهم خاليين من الكورونا. ده بس تعليقات الناس على بتوع صحة النواب لما قال ده احنا ما عندناش. لكن الحمد لله على كل حال احنا جاهزين جدا وبنجهز مستشفياتنا على اعلى مستوى وبنجيب الممرضين بالكرباج عشان يخدموا المصريين. قبل ما استقبل الدكتور مصطفى جويش، اسمعوا البوست ده من طبيب بيتكلم على تجهيز مستشفى العجمي لاستقبال حالات العجمي في اسكندرية. مش العجمي في اسكندرية؟ مش في دمياط؟ ادي اهو السادة المواطنين القاتلين بالعجمي. بعد متابعة البوستات اللي انتشرت النهاردة بخصوص مستشفى العجمي العام، احب اوضح لكم ان المستشفى خصصت كمستشفى للعزل في محافظة اسكندرية زي كل محافظة محددت مستشفى للعزل فيها. حتى الان لا يوجد حالات محجوزة المستشفى. الناس اللي انتم شفتوها مدخلينهم المستشفى بالعافية وحبسوهم جوه بمعرفة الجيش، دول مش مرضى، دول الدكاترة. اي والله الدكاترة والتمريض اللي خدوهم على المستشفى بالعافية، اي والله خدوهم بالاجبار الاقامة الكاملة جوه المستشفى اسبوعين تحسبا لخدمة اي مرضى يتم رصدهم. وبعد ما دخلوهم حفروا حوالين المستشفى عشان محدش يعرف ينط من على السور، وقالوا لهم اللي هنلمحه بره المستشفى هنمرجحه. تبدو اضحوكة بس والله ده اللي حصل بالفعل، مش بهزر، لا داعي للذعر. حفظكم الله. البوست قدام حضراتكم.